ما في شرف أسمى من تمثيل الوطن. هذه كلمات المهندس عمران شرف، أول إماراتي ينتخب رئيساً للجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، وهو الشيء اللي يعتبر ترجمة لدعم القيادة الرشيدة والثقة العالية اللي تتمتع فيها الإمارات عالمياً في مجال الفضاء، أحد أهم القطاعات اللي تتسابق الدول الكبرى من عقود على الريادة والسيطرة فيها، لأنهم يشوفون من خلالها المستقبل اللي قلة قليلة منه تقدر تشوفه. البرنامج اللي ترأسه عمران اليوم هدف الوصول العادل والسلمي للفضاء لجميع الدول، وهو بيعزز تبادل وتطوير الممارسات الجديدة والمبتكرة لصالح البشرية. وطبعاً فوز الإمارات بهذا المنصب يعتبر مرحلة مهمة في وضع السياسات الفضائية، لأن الدول قاعدة تتنافس في إطلاق أعداد كبيرة من الأقمار الاصطناعية. والحمد لله أن قطاع الفضاء في دولة الإمارات شهد نجاحات متتالية، وهو قطاع مؤهل بفضل النظرة المستقبلية اللي أعطته أولوية واضحة في مسيرة التنمية لمزيد من النجاحات إن شاء الله.